السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم راح أتكلم عن بعض الأسباب اللي تسبب زيادة في صرف البنزين. طبعا الأسباب كثيرة، راح أذكر أشهرها. في البداية البعض يعتقد أن وجود الكمبيوتر في السيارة للرفاهية أو لزيادة الأداء والعزم، ولكن الحقيقة غير ذلك. أول سبب لابتكار كمبيوتر السيارة كان لتوفير الوقود، إعطاء أكبر عزم ممكن بأقل كمية من الوقود. لذلك مجرد وجود أي تفتفة في السيارة أو ضعف في العزم راح تصرف وقود زيادة. لذلك علشان أقطع 100 كيلو متر بسرعة 100 كيلو متر في الساعة في حالة السيارة سليمة 100%، راح أصرف وقود أقل من لو كان فيها تفتفة، لأنه عشان أوصل نفس السرعة راح يعني أدوس ثروت للزيادة، معناه راح أصرف بنزين زيادة عشان أوصل هذه السرعة. إجراءات رئيسية لازم تسويها: تغيير فلتر الهواء باستمرار، تغيير البواجي، تنظيف دعسة البنزين والبخاخات. راح أوريكم بعد شوية صور من دعسة بنزين تم تنظيفها تقريبا قبل حوالي سنة، بنشوف شكلها الآن. هذا طبعا فلتر الهواء، لو تلاحظون لازال نظيف، وعن طريقه يدخل الهواء للمحرك. لو فيه اتساخ يقلل كمية الهواء، لو قلت كمية الهواء الداخلة ممكن يعوضها الكمبيوتر بكمية بنزين، لذلك راح يزيد عندك المصروف. هذه دعسة البنزين بعد ما فكيناها، اللي هي ثروت البودي، فيها أوساخ زي ما انتم تلاحظون. طبعا وضعها يعتبر معقول مقارنة بالسيارات اللي ما تتنظف نهائي، هذه متنظفة قبل سنة تقريبا. طبعا اللي ما يعرف شو الثروتل، السيارات القديمة لها واير لما تدعس بنزين يفتح البوابة هذه، لكن الحديثة عن طريق الكمبيوتر، يعني بمجرد دعسك لدواسة البنزين الدواسة الداخلية فيها حساس يرسل الزاوية للحساس هذا ويفتح. كمان عندنا البخاخات، السيارة هذه تقريبا ماشية حوالي 150,000 بدون ما تتنظف، راح ننظف البخاخات. حجم الكفرات كمان له علاقة بمصروف البنزين، لازم تستخدم الحجم الموصى به من الصانع، وأيضا أنواع الكفرات تختلف. في أغلب السيارات راح تلقى الستيكر هذا عند الباب، تلقى مكتوب فيه الحجم الموصى به. مداخلة جانبية كذا، شوفوا كم عدد الأجهزة اللي موجودة في شنطة البي ام دبليو. طبعا السيارة فيها تهريب كهرباء، موصلين الجهاز السيارة على الفولتومتر عفوا، قاعدين نقيس كم سحب الكهرباء عشان نحاول نبحث عن مكان التهريب. شوفوا كمية الأوساخ تكرمون اللي قاعدة تطلع من الثروتل. اللي ينظف الثروتل بنفسه لا يحاول يفتح اللها هذه بيده نهائيا. الأمر الثاني، بعض السيارات إذا نظفت الثروتل لازم تسوي برمجة. طبعا في محاليل خاصة لتنظيف الثروتل بودي، ولكن إذا استخدمت الإي سي ديلكو يلزمك خطوة إضافية وهي كالتالي: الإي سي ديلكو وبعض المحاليل فيها كمية بسيطة من الزيت، الزيت راح يمسك الأتربة والأوساخ مستقبلا بشكل أسرع، لذلك بعد استخدام الإي سي ديلكو يلزمك مسحة بسيطة من البنزين عشان تشيل آثار الزيت. وهذه الثروتل بعد التنظيف، وهذه الجهة الأخرى، أتوقع لاحظتوا الفرق الشاسع بين الصورتين. هذا الآن الجهاز الخاص بتنظيف البخاخات صار شغال، طبعا نحط له محلول التنظيف على حسب عدد السلندرات بالميزان. أنا صورت سنابات كثيرة ولكن للأسف طيرها السناب بسبب سوء الانترنت للأسف. طبعا نستخدم للجهاز محلول إي سي ديلكو اللي هو الفيول انجكتور كلينر أو موتور كرافت. الموتور كرافت سعره تقريبا 60 ريال، الاي سي ديلكو سعره تقريبا بين 35 إلى 40 ريال. الان راح اقول لكم الفرق بين استخدام الجهاز للتنظيف او فك البخاخات للخارج. لعمليات الصيانة الدورية افضل انك تنظف البخاخات بدون ما تفكها من مكانها، لانه يحتاج لها اهتمام خاص ولها جلد ممكن تنقطع، ولكن يعيب هذه الطريقة انك ما راح تشوف كمية البنزين اللي راح تنزل من كل بخاخ، فلو في احد منهم تالف او مسدود ما راح يبين معك. اما اذا فكيت البخاخات عند احد محترف عنده جهاز ويعرف كيف يركب وينتبه على الجلد، ولو تلف شيء منها يبدله فهو الافضل.
لأنه يقدر يشوف كمية البنزين اللي راح تنزل مع كل بخاخ بعينه ويقيس الفرق بين بخاخ والآخر. بالنسبة للجهاز اللي عندنا لا ينظف بدون ما يفك، ما راح تشوف كمية البنزين بعينك ولكن نتائجه جدا ممتازة. تلاحظون القطرات هذه اللي تخرج مع شكمان السيارة، هذه بعد التنظيف أو أثناء التنظيف تخرج الأوساخ مع شكمان السيارة. دوس بنزين، ختاما يا شباب، البعض يعتمد اعتماد كلي على هذه الأرقام، كم راح يوصلك البنزين الموجود وكم راح تصرف لكل 100 كيلو. الأرقام هذه قد تختلف بناء على كم سرعتك الآن وكم كانت معدل سرعتك لآخر 100 كيلو متر مشيتها، بل أحيانا ممكن تمشي مشوار بنفس السرعة وتجي مرة ثانية نفس المشوار وبنفس السرعة وتلقى كمية البنزين اختلفت. السبب كالتالي: السبب طبعا الرياح لها دور، طريقة القيادة لها دور، فلذلك اليوم الرياح عكسك وبكرة معك. فلذلك إذا كان الفرق بسيط جدا لا تهتم، أما إذا كان الفرق كبير لازم تسوي صيانة لسيارتك. لأن يا شباب أنا ما تحركت مكاني، أصور سنابات وأنا واقف السيارة شغالة، شوف الفرق، تغيرت القراءة لأني واقف فأصرف بنزين على الفاضي. كمبيوتر السيارة يقول إذا كل شوي بتوقف راح تصرف بنزين زيادة عشان تقطع 100 كيلو، يعني إذا في زحمة راح تختلف صرفية البنزين. أتمنى أنكم استفدتم من موضوع اليوم، وبإذن الله في حلقات قادمة أتكلم عن برمجة الثروتل ومواضيع أخرى مفيدة بإذن الله. اليوم خميس، ننطلق بإذن الله إلى البحر، نغير جو بعد كرف الأسبوع، ونلتقيكم على خير.